بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد ورى شفيه الأنام سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين، وبعد. في شهر ربيع الأول في 12 منه، وفي صباح وفجر ليلة الاثنين، ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وإذا أراد الله شيئا هيأ له الأسباب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، ينتهي نسبه صلى الله عليه وسلم إلى إبراهيم، وسلسلة النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه طاهرة نقية حفظه الله عز وجل من أي تلطيخ عرضي ومن أي شبهة قد تلصق بنسبه صلى الله عليه وسلم. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل النسب ومن أفضل القبائل ومن أفضل الأسر ومن أفضل الأبوين، فحملت به أمه آمنة، وتوفي أبوه وهو حمل في بطن أمه صلى الله عليه وسلم. وآمنة لما كانت حاملا به لم تشعر بثقل الحمل ولا وهن الحمل ولا كره الحمل كما تشعر به النساء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة، وكان رحمة في بطنها، رحمة وهو جنين في بطن أمه. فخرج إلى هذا الوجود، وقد أخبرت آمنة أنها خرج منها نور أضاء البصرة وأضاء الكون. فلما ولد النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر أهل السير ارتج إيوان كسرى، وارتجت وتحطمت شرف وغرف إيوان كسرى، قصر كسرى، وغاضت بحيرة ساوى في الأرض، ثم خمدت نار المجوس ولم تخمد قبل ذلك بألف سنة. وهذا إيذان بأن الله سيزلزل قصور كسرى وملك كسرى، وسيطفئ الله بنور التوحيد وبالإسلام نار المجوس التي تعبد من دون الله عز وجل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بطن أمه على شكل كأنه يسجد لله عز وجل، خرج من بطن أمه ولد وهو مختون مسرور صلى الله عليه وسلم، ففرحت به أمه. وأخبر عبد المطلب بذلك وجاء فرحا مستبشرا بابن ولده، فقبله وأخذه ودخل به الكعبة المشرفة وطاف به
البيت الحرام، ثم أرجعه ورده إلى أمي. وثويبة أمة أبي لهب ذهبت مسرعة إلى أبي لهب تبشره بأخيه أنه ولد له ولد، ففرح ثم أعتقها أنه فرح بميلاد محمد صلى الله عليه وسلم. النبي العظيم خرج إلى هذه الدنيا المظلمة التي كانت مظلمة بالشرك والخرافات والاضطهاد والظلم، ما تعرف الإنسانية للإنسان قيمة ولا تعرف الله إلا اسما، فأرسل الله هذا النبي العظيم. وبلغ الخبر اليهود في المدينة وكانوا يقرؤون في كتبهم صفات النبي صلى الله عليه وسلم، من ذلك ظهور نجم في السماء. ففي تلك الليلة اليهود رأوا نجما الذي قرأوا عنه في كتبهم. ويقول حسان بن ثابت وكان صغير: فسمعت اليهود تقول: هذا نجم أحمد قد ظهر، نجم محمد قد ظهر. ثم رجمت الشياطين في تلك الليلة ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك إرهاصات مقدمة علامة على نبوة هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم، وهو أن الله رد أبرهة الأشرم، رده خاسرا وأهلكه الله وجنوده، وذلك قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم بخمسين يوما. فأنزل الله في هذه الصورة: لم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طير نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول. وأرضعته أمه، ثم أرضعته ثويبة. وكان من عادة العرب أنهم يأتون من البادية فيأخذون أطفال المدينة وأطفال مكة وأطفال المدينة المنورة يثرب التي كانت تسمى من قبل. هدف إرسال الأولاد إلى البادية ليتعلموا اللغة العربية الفصحى، لأن هناك بعض المصطلحات وبعض الأسماء لا توجد في المدينة، لا توجد إلا في البوادي، ثم ليتعلموا ويتربوا على خشونة العيش وعلى قساوة البادية، يربوهم على القوة وعلى الشجاعة وعلى الشهامة وعلى الخشونة، لأنهم رجال ليصيروا رجال يحملون السلاح ويدافعون عن أسرهم وأهليهم. وفي تلك السنة التي ولد النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا ناس من البادية يأخذون معهم المواليد الجدد، وكان كل واحد أو كل أسرة تبحث عن ولد لأسرة غنية، لأسرة ثرية، لأسرة مستورة. ما كانوا يشترطون الأجرة، ولكن من باب العرف ومن باب العادة أن الولد إذا كان في بيت ولا إن ولدك إذا كان في بيت أسرة ما فتقدم له الهدايا والإعانة وغير ذلك من الأمور المادية. فجاءت قبيلة سعد أو أسرة من قبيلة سعد وهي السعدية وزوجها الحارث، فكل أسرة وكل بيت أخذوا ولدا من الأولاد يتنافسون على أخذ الأولاد الأغنياء، إلا محمد صلى الله عليه وسلم فهو يتيم. فيتيم كانوا يتحاشونه ويبتعدون عنه لأنه يتيم، ولكن أراد الله غير ذلك.
فحليمة السعدية لما لم تجد إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو أبوه ميت فأخذته فقالت لا أخذ هذا الولد لعل الله يجعل فيه خيرا فأخذته وكانت قد جاءت أناس أهل البوادي جاءوا على جمال ونوق وخيول ولكن هي جاءت على أتان حمارة أتان أنثى الحمار لأنها كانت فقيرة هي أيضا كانت فقيرة مسكينة فجاءت مع وكان شدة الفقر والمجاعة والقحط والجفاف فأخذت مع النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم ولما رجعت قفلت راجع قافلة إلى باديتها وإلى قريتها فإذا بها تسبق القوافل والقافلة التي جاءت معها فكانوا يتعجبون منها كيف أن هذه الأتان وهذه الحمارة كانت ضعيفة هزيلة متأخرة عن القوم وعن القافلة فإذا بها تسبقون ماذا وقع فتعجبوا لأن في بعض الأحيان هناك أمور لا يظهر لها تفسير لا تستطيع أن تفسر أمور على واقعها أمور لا يعلمها إلا الله عز وجل فسبقتهم وكان لهذه المرأة لما دخلت وأدخلت النبي صلى الله عليه وسلم بيتها وكان لهذه المرأة ولهذه الأسرة ناقة عجفاء ناقة هزيلة ناقة ضعيفة وكبيرة وما كان فيها حليب فمجرد ما أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم بيتها فإذا هذه الناقة يمتلئ ضرعها بالحليب فتعجبوا يحلبون الناقة وهي كبيرة عجب فإذا الخير والبركة تتنزل ما وجدوا تفسير إلا أنهم يقولون أن هذا الولد مبارك ولكن ما كانوا يعرفون أنه سيكون رسول صلى الله عليه وسلم ثم هكذا كان يشب النبي صلى الله عليه وسلم ويكبر بشكل لا تفسير له معنى أنه إذا كان ابن سنة فبمقابل يكون ابن الآخر ابن 4 سنوات ابن سنتين ابن 6 سنوات وهكذا فكبر النبي صلى الله عليه وسلم قوي جسمه وهو صغير في السنتين كان يجيد وينطق اللغة يتقن اللغة العربية الفصحى ويتحدث بها ويفوق الناس الكبار عجبا لهذا الولد وفي السنتين كان يخرج مع إخوانه من الرضاعة يرعى معهم الغنم لأنه كان له إخوة من الرضاعة منها الشيماء أخته من الرضاعة فكان يرعى معهم الغنم فإذا ذهبوا معه ذهب معهم صلى الله عليه وسلم الجفاف القحط فشياهه صلى الله عليه وسلم تعود إلى البيت وهي شبعانة سمنت وكان الناس يوبخون الرعاة وأولادهم اذهبوا وارعوا أغنامكم حيث يرعى هؤلاء أبناء ورعاة حليمة السعدية فيقولون إننا نرعى معهم ولكن أغنامهم تعود وتروح بطانة ونحن تعود جيعانة فتعجبوا وما دروا أن البركة في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في تلك السنة فما بعد عادت به حليمة السعدية إلى أمه في كل مرة سنة سنتين فلابد أن تراه أمه تشتاق الأم إلى أن ترى ابنها ثم حينما سنتين فقط سنة سنتين بعد ذلك يعود إلى أمه ولكن طلبت وألحت حليمة السعدية على أم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبقى وأن يعود معها لتعتني به أكثر رأت ما أمور عجيبة لأن البركة في بيتها فوافقت
في السنة الثالثة الرابعة وهو يرعى الغنم مع إخوته صلى الله عليه وسلم، فنزل رجلان من السماء، ملكان من السماء، وعليهما ثياب بيض. أول عملية جراحية تجرى في الأرض وجريت لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهما: أهو هو؟ قال: نعم. فأضجعاه وشق صدره، ثم أخرج مضغة والتي تسمى حض الشيطان، فوضع القلب في طست وغسلاه، ثم ملأه حكمة علما وحكمة، ثم أرجعه وخاطه. وكان أثر المخيط ظاهر في النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد بعثته كما يقول ابن عباس. ولما رآه إخوته من الرضاعة هربوا وفروا إلى أمهم، فقالوا: يا أمنا، إن رجلين أضجعا أخانا محمد القرشي. فجاءت تهرول وهي خائفة، لأن أمانة، الولد أمانة. فجاءته ورأته قد تغير وجهه، فقالت: ما بك؟ فأخبرها الخبر صلى الله عليه وسلم، وهنا جهزت الراحلة فجاءت به إلى أمي خوفا عليه. فلما ردته إليه قالت: لماذا أرجعتيه إلي مع أنك كنت تلحين أن يبقى معك؟ فقالت: خفت عليه. فقالت: لابد هناك أمر ما وقع. فأخبرته بالخبر، فقالت: لا تخف، ابني هذا سيكون له شأن، لأنها رأت نور خرج منها حال ولادته، حال خروجه إلى الدنيا صلى الله عليه وسلم. فبقي مع أمه 5 سنوات ويقرب من 6 سنوات، فاشتاقت إلى أن تزور أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم هي من المدينة، لأن عبد الله تزوج آمنة هي من المدينة وليست من مكة، إذن أخوال النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وأبوه تزوج إذن من المدينة، أمه آمنة. فلما ذهبت به وكانت راجعة قافلة راجعة إلى مكة، فأصابها واشتد عليها مرض في طريق، وجاءها الأجال بين مكة والمدينة، المكان يسمى بالأبواء، فماتت. وكانت معها ثويبة، فرجعت به، دفنت هناك، دفنوها هناك إذن آمن. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في بعثته لما مر على الأبواء وزار قبر أمه فبكى صلى الله عليه وسلم، زار قبر أمه صلى الله عليه وسلم. وكان ابنه 6 سنوات صلى الله عليه وسلم، فرجع وكفله جده عبد المطلب، اعتنى به اعتناء شديدا، كان يقربه ويجلسه، لأنه كان رئيس القوم عبد المطلب، كان يجلسه في رحاب الكعبة المشرفة معه ويقربه، ويكون ابن هذا سيكون له شأن عظيم في المستقبل. وفي 8 سنوات توفي جده، وترك أمر الكفالة لعمه عبد أبي طالب، وأوصى به خيرا، فكفله عمه أبو طالب ويعتني به، وكانوا لا يتركونه وحده، إذا سافروا يأخذونه معهم خوفا عليه، لأنه كان متميز صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمه أبو طالب المهاجر إلى سافر إلى الشام لتجارة، وكان عمر النبي صلى الله عليه وسلم 12 سنة، فأخذه معه. وأهل السير يستأنس به، وإن كان سنده ليس بالسند القوي، فيقول أنه بحيرة، رجل راهب، لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ورأى الخاتم بين كتفيه، خاتم النبوة، فقال لعمه: أرجعه واحذر منه اليهود، واحذر منه اليهود. فعلموا أنه سيكون نبيا صلى الله عليه وسلم. وكان يرعى الغنم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتمد في قوت يومه على كسب يده، النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل منذ صغاره يرعى الغنم،
ولذلك تجد الشباب الآن هناك بعض الأعمال ينفر منها لأنه يريد أن يكون له عمل كبير وعمل يعني راق. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله أفضل الخلق على الله على الإطلاق، أفضل من الأنبياء والرسل، فكيف به البشر العاديين؟ كان يرعى الغنم على قرارة لأهل مكة، لأن الله عز وجل كان يؤهله لأن يقود الأمة وأن يسوس الأمة وأن يحكم الأمة وأن يحكم العالم صلى الله عليه وسلم. لأن الذي يرعى الغنم لا بد له من صبر، لا بد له من حكمة، وليس كل واحد يرعى يحكم يقضي يسوس الناس، فلا بد من حكمة، لا بد من فطانة، لا بد من عقل، لا بد من صبر، لا بد من تواضع، لا بد من حنكة. وهكذا حتى الذي يرعى أسرته داخل بيته هكذا صلى الله عليه وسلم يرعى الغنم، وشارك في حرب الفجر مع أعمامه ومع قريش. ثم لما بلغ صلى الله عليه وسلم 25 سنة وانتشر خبره في الناس ودعا صيته صلى الله عليه وسلم وذكراه صلى الله عليه وسلم أنه الصادق الأمين، كان يلقب بالصادق الأمين. الرجل كان إذا أراد أن يعطي أمانة لأحد أو أن يتفق مع أحد في وضع أمانة عند أحد يضعونها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصندوق الأمين. هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم، صادق في قوله، صادق في وعده، صادق في عهده، وأمين على أقواله، على أسراره، على أمانته. صفتان لا تنبغي إلا لمحمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صادق الأمين. فخديجة رضي الله تعالى عنها كانت كل مرة تعطي المال تجارة لتاجر بمالها، ولكن هذا يغش، هذا يخدع، هذا ينقص من شيء أعطته له، هذا لا يوفي، هذا يخون العهد. فكل مرة تجرب أناسا كانت صاحبة المال ذات مال رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فسمعت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه ميسورة فقالت له إن خديجة سيدتي خديجة تعرض عليك أن تتاجر بمالها، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ مالها وخرج في تجارته في الشام، لأن العرب كانت لهم تجارتان قريش، لإلى في قريش إلى في رحلة الشتاء والصيف إلى الشام هذه المرة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم مع التجار بمالها وباع ثم اشترى، ولما رجع بربح وفير كبير كثير ما كانت تعهد خديجة رضي الله تعالى عنها أبدا في الناس أمانة. بل أكثر من ذلك ميسورة كان يحكي لها عن أمانته وصدقه وخلقه وضحكه وتبسمه وإثاره للناس وخدمته للناس وكرمه وسخائه صلى الله عليه وسلم. فأحبته خديجة، هذا الرجل الشهم قل أن يوجد نظيره في الكون وفي الناس، صفات قيمة، صفات عالية. فأرسلت إليه إن رغب في الزواج أن يتزوج، إن وافق على الزواج. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أعمامه فوافقوا على أن خديجة بنت خويلد من أسرة قيمة كريمة وغنية وثرية وطاهرة وعفيفة، فوافق ووافقوا. فخطبها عمه له فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تكبره ب15 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان ابنه 25 سنة شاب، وهي تكبره ب15 سنة. فهذا المال الذي كان عندها إذن صار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تواسيه تعطيه تنفقه عليه صلى الله عليه وسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم شاب نقي تقي طاهر عفيف صلى الله عليه وسلم، ما يشارك الشباب، لأن كان له كان لعب، كان شرب الخمر، كان الربا، كان أمور كثيرة، كانت المعازف، كانت الغنى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يفارق المجتمع الجاهلي بكل ما فيه من أشكال اللهو واللعب، وإنما كان يأتي المكارم والأخلاق الفاضلة صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ 35 سنة، ولذلك الله عز وجل رزق النبي صلى الله عليه وسلم بالأولاد كلهم من خديجة رضي الله تعالى عنها، رقية، أم كلثوم، زينب، فاطمة، عبد الله، القاسم، إلا إبراهيم فهو من ماريا
القبطية. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 35 سنة تضعضع جدران الكعبة المشرفة فهدموها وأعادوا بناءها. ولما أرادوا أن يردوا الحجر الأسود إلى مكانه فاختلفوا. وهكذا العرب والناس والعرب أكثر يختلفون على أقل شيء يختلفون ويتقاتلون. فاختلفوا على من يضع الحجر الأسود، لأن كل قبيلة تقول أنا جدي أفضل منك من جديك، عمي أفضل من عمك، أبي أفضل من أبيك، قرية كذا وكذا. فيختلفون، اختلفوا حتى أتوا بجفنة ووضعوا فيها الدم وغطسوا فيها أيديهم، فقالوا الحرب بيننا، الذي يغلب وينتصر هو الذي يضع الحجر الأسود. فجاء رجل كبير قال لهم عاقل اتقوا الله، ما هذا الذي تفعلون؟ ستفنون أنفسكم وعائلتكم وأسركم لنحكم فينا شخصا عاقلا. قال من سنحكم؟ من سنرضاه حكما؟ قالوا أول من يدخل من باب الحرم نحكمه. من سيدخل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دخل وهو ابن 35 سنة. لما دخلوا كلهم اتفقوا قالوا رضيناه حكما، لأنه كان أمينا صادقا. فقالوا يا محمد اختلفنا في من يضع الحجر الأسود في مكانه. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني ببرد سلهام. فأتوا ببرد ووضعوه على الأرض، وقال ائتوني فأخذ الحجر بيده ووضعها في وسط البرد السلهام. قال لهم كل قبيلة تأخذ من طرفي السلهام البرد. فإذا هم يرفعونه حتى بلغ المكان، فقال أنا أضعه في مكاني فوضع. فحسم الخلاف وأتموا البناء وصاروا إخوة كما كانوا من قبل. وقبل بستة أشهر، قبل 40 سنة، صلى الله عليه وسلم باختصار الوقت لا يسمح، فقبل 40 سنة فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يرى الرؤى. فالرؤية إذا رآها النبي فهي حق وصدق. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى غار يسمى غار حراء فيتحنث ويتعبد ويفكر في الكون ويقول لماذا هؤلاء يعبدون الأصنام؟ لماذا يعبدون الأوثان؟ لماذا خلقنا الله؟ إذن لشيء، لأمر ما. وكان تعطيه خديجة الزاد فيتزود ويذهب لغار حراء يتعبد. ثم حينما ينفذ الزاد يأتي إلى خديجة، ينزل لمكة وتعطيه. ما كانت خديجة، كانت عاقلة، ما تقول له ماذا تفعل أنت في الغار؟ ماذا تفعل أنت في الغار؟ لو كان في زمننا هذا يتهم الإنسان بالجنون. ماذا أنت جننت؟ تذهب إلى الغار وحدك وتعيش في الغار وحدك؟ ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه الخلاء. فلما أتم 40 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم في غار، وتخيلوا تأملوا الموقف العظيم، النبي صلى الله عليه وسلم وحده في الغار، فإذا شخص يظهر له ما يعرفه، شخص يظهره، من هو؟ جبريل عليه السلام. فيقول له اقرأ، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يكتب ولا يقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. قال اقرأ. قال ما أنا بقارئ. ثلاثة، كل مرة يضمه إلى صدره، هذه علامة على أن الوحي ثقيل، يجب أن تكون قويا لتتحمل هذا الثقل العظيم لتبلغه للناس. قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. الدين لم يبدأ من القصور، من البيوت، من الزخرفة، من المال، من الرفاهية، إنما بدأ الدين بالغار، تصار بالغار، لأن الله إذا أراد أن ينصر دينه نصره بوحده، رجل واحد صلى الله عليه وسلم. وجاء إلى خديجة وأخذته إلى ورقة وأيدته وقال لا تخف. ثم بعد ذلك بدأ الوحي يتنزل عليه ويدعو إلى الله 3 سنين وهو يدعو سرا إلى الله. بعد ذلك جهر ولقه ما لقه 13 سنة صلى الله عليه وسلم في مكة وهو يدعو إلى الله عز وجل. ثم هاجر إلى المدينة 10 سنوات، ثم جاء النهاية، جاءت النهاية. لكل بداية نهاية، ولكن هذه النهاية بالنصر والتمكين وعلو مقام الإسلام وراية الإسلام في الآفاق
ولولا الله بإرسال هذا النبي العظيم ما كنا نحن. نحن موجودون بمن؟ بالله برسوله صلى الله عليه وسلم. لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله الله، هل نحن سنجتمع هنا ونسمع الموعظة ونسمع الخطب ونكون مسلمين موحدين متأخرين؟ لو كان ما زلنا نعبد الأصنام والأوثان والأحجار وجهالا وضلالا نعيش في العم. ولكن برحمة الله وبرحمة الإسلام وبرحمة النبي صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فأكثروا من الصلاة والسلام عليه. اللهم صل عليك يا سيدي يا رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.